هذا الشخص هو عرضة لأنه يقع بموقع مراحل مختلفة جدا. أصدي لهذا المرض وقلعه من جذوره وهذا الجهاز النفسي وتزيد من سرعة دقات القلب. قمنا اليوم بإعداد حملة لا للمخدرات. طبعا الحملة هاي أول حملة بتصير بمحافظة درعا والقنيطرة من 7 سنوات لحد هذا اليوم. كان موضوع الندوة طرق العلاج للحد من هذه الظاهرة التوعية. لازم يكون في مراكز معالجة للإدمان. كمان احنا بنطلب من المسؤولين والقائمين على المشاريع الصحية او المشاريع انهم يدعموا مشروع وجود مركز معالجة للإدمان بمدينة نوى وما حولها. أرجو من المسؤولين أنهم يقوموا بهذا الإشي ويعطوا اهتمام، وهي المحاضرة والندوة اللي إحنا قدمناها لها سلسلة متكررة إن شاء الله بالأيام القادمة سوف نقوم بالاتباع لها لهي الندوة.